نقاش أكثر حول هذا الموضوع نستضيفه معنا عبر الهاتف الدكتور حامد المرجان أستاذ الاقتصاد السياسي. أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا بك أستاذ. الأمور تزداد تعقيدا وتوقعات باستمرار الاضطرابات في البحر الأحمر لأشهر، ماذا يعني طول أمد التوتر للاقتصاد العالمي؟ طبعا الاقتصاد العالمي سينزلق إلى مرحلة صعبة جدا، وهو أنه ممكن نحن أمام انهيار، أمام تضخم كبير، وبالتالي نحن أمام ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، وهذا حتكون له تأثيرات سلبية للنمو العالمي، وبالتالي تأثيرات موضوع حرب غزة وباب المندب له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا دكتور حامد، إذا ما تحدثنا عنها، ما هي هذه القطاعات التي ستتضرر عطفا على ما يحدث في البحر أو غزة؟ حتتضرر كثير القطاعات، قطاع البترول حيتأثر، حتتأثر قطاع الأنسجة، حتتأثر قطاعات ما يتعلق بالحديد والصلب وما يتعلق بقطع غيار السيارات، وتقريبا حتتأثر جميع القطاعات بمختلف أنواعها، لأنه هناك ما يقارب أكثر من 90% تقريبا من التجارة من القطاعات المختلفة التي تأتي من الصين خاصة إلى أوروبا، أو من الهند ومن آسيا إلى أوروبا والعكس كذلك، كلها حتتأثر بدون يعني أي أمر آخر، لأنه هناك 99% تقريبا من البضائع العالمية تمر حول بالشحن عبر المحيطات. نعم. وبالتالي التجارة العالمية كلها تقريبا عبر المحيطات إلا الشيء البسيط منها، بالتالي هناك في تأثر لجميع القطاعات، وبالتالي في تأثر لارتفاع الأسعار في جميع القطاعات، وهذا ينذر بتضخم عالمي. نعم، إلى أي نسبة ممكن تكون مثل هذه الارتفاعات في الأسعار على هذه القطاعات؟ يعني إذا ما تحدثنا كم بالمئة ممكن أن ترتفع الأسعار دكتور؟ والله بصراحة إلى حد الآن هناك في ارتفاعات فيما يتعلق بالتأمين، في ارتفاع بالنسبة للسفن الشحن، حيكون في ارتفاع هناك بالنسبة للتأمين، وبالتالي حيكون هناك في ارتفاع بالنسبة للبترول، لأن المسافة حتزيد إلى إذا 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 استمر السفن تتحول إلى باب الرقاة صالح، حيكون هناك في، وبالتالي هذا جميعها حيعرض يعني ارتفاع الأسعار لأكثر من 60% 70%، وقد يصل في بعض الأحيان إلى 100%. نعم دكتور، هناك سؤال آخر، يعني هل يمكن يتحدث هذا السؤال، هل يمكن للقول أن الغرب يعني يقود الاقتصاد العالمي إلى الركود بسبب هذه الهجمة التي يقومون بها في البحر الأحمر؟ لا، الغرب 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 هنا نتكلم عن الغرب، أوروبا تختلف عن أمريكا طبعا، فبالتالي هناك السياسات هي حاليا سياسات أمريكية، إنما الغرب يتبع لأمريكا. نعم. وبالتالي هناك ضغوط من قبل الغرب لوقف هذه الحرب، ولوقف هذه الحرب في غزة، ولكن لا تزال السياسة الأمريكية تمشي عكس التيار، ولكنه بالرغم من هذا الضغوط العالمية أمريكا هي قائدة الاقتصاد في العالم، وبالتالي هي تريد أبت إن شاءت لابد بأنها توقف الحرب بسبب الانعكاسات الاقتصادية إذا استمر موضوع الصراع في غزة. هل إذا استمر هذا الوضع في البحر الأحمر سيكون هناك فعلا ركود دكتور؟ طبعا حيكون هناك ركود لا شك، بدأ ركود أساسا. نعم. وبالتالي لابد أن يكون حيكون في ركود هناك، ولكنه العالم لا يمكن يستحمل، وأمريكا نفسها لا تستطيع بأنها تستحمل، الاقتصاد العالمي لا يمكن يستحمل، وبالتالي ولكن هناك أيضا حتى في أمريكا هناك فريقين، في فريق اللي هو مؤيد لإسرائيل في الكونغرس، وفريق آخر اللي هو غير مؤيد، وليس غير مؤيد وإنما يتكلم عن العدالة السياسية، بالإضافة إلى
ما يتعلق بالاستقرار السياسي والاقتصادي للعالم، وهذا اللي هم للفريق الآخر والعالم أجمع بصراحة الذي يصر على أنه يجب أنهاء هذا الصراع في أسرع وقت ممكن. مزيد من السفن المحملة بالحبوب ابتعدت عن باب المندب، ما هي مخاطر ذلك على الأمن الغذائي العالمي؟ طبعا الحبوب لا تختلف عن بقية البضائع، ولكنه بما أنه غذاء وبالتالي هذا بيكون له تأثير كبير جدا على العالم. نحن نعم. عرفنا أيام أزمة أوكرانيا أيضا حصل نفس المشكلة نعم. ولكنه حاليا بالنسبة للحبوب اللي نحن هناك في حوالي 420 سفينة حولت إلى رأس الرجاء الصالح، وهذا يؤثر على الاقتصاد العالمي بما فيه الحبوب. بالتالي يعني طبعا هناك حتكون في ارتفاع للعالم وقد يكون في ضائقة أيضا فيما يتعلق بالغذاء. ما مدى تأثير ذلك على الناس؟ يعني إذا ما تحدثنا نحن نتحدث عن اقتصاد الناس في هذا البرنامج، ما مدى تأثير ذلك يعني إذا من عدم الحبوب أو ارتفع سعره، ما مدى تأثير ذلك على المواطنين بشكل عام في الوطن العربي وغيره أو العالم؟ فعلا في النهاية المستهلك الأخير هو الإنسان. نعم. يعني في النهاية من هو المستهلك؟ المستهلك هو الإنسان، سواء في أوروبا أو في الشرق الأوسط أو في أي مكان من العالم. بالتالي اللي هيدفع الفاتورة هو الإنسان في كل مكان من العالم، وهذا أكيد جدا. بالتالي الدول نفسها والمؤسسات الكبرى سوف تعوض هذا عن طريق ميزانياتهم، لكنه اللي هيدفع الفاتورة هو الإنسان في إنحاء العالم. يعني ستعود بوبالها على المواطن شخصيا، لأنه إذا ما ارتفعت الأسعار ستعود بوبالها على المواطن. ما هي الحلول مثلا لتجنب مثل هذه الارتفاعات بالأسعار التي ستصيب المواطن دكتور؟ لا يوجد حلول هناك إلا أنهاء الصراع في غزة وبالتالي النظرة المستقبلية لاقتصاد سياسي متوازي لا يخلق مثل هذه الصراعات الجيوبوليتيك في العالم. نعم. البنوك العالمية كذلك دكتور تبقي الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع، برأيك إلى ماذا يشير ذلك؟ طبعا هذا بسبب الحرب الموجودة وتخوف من انه يحصل تضخم. بالتالي هم حاليا البنوك استطاعت خلال السنة الماضية بأنها تخفض التضخم، ولكن بسبب هذه الأزمة إلى حد الآن بدأت هذه الأزمة تؤثر على موضوع التضخم. بالتالي هم لا يزالوا لابد بأنهم يحافظوا على ارتفاع أسعار الفائدة، بالرغم أنه كان هناك قبل الأزمة هذا كان هناك تنبؤات بأنه خلال الشهر القادم حيكون في انخفاض أسعار الفائدة، ولكن الآن بسبب أزمة غزة طبعا ظلت البنوك على نفس الارتفاع أسعار فائدة، وهذا اللي حيأثر على النمو العالمي. هل ممكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه، يعني خصوصا أنها تغيرت حركة الملاحة وتجارة الشحن في البحر الأحمر بسبب التوترات البحرية والذهاب نحو الرجاء الصالح، هل ممكن أن يستمر هذا الوضع ويبدأ الاقتصاد أن يتأقلم مع هذا الوضع، أم أنه وضع طارئ دكتور برأيك؟ لا وضع طارئ، لانه العالم لا يمكن ان يستحمل الوضع بهذا بتحول السفن الى راس الرجاء الصالح. هذا مشكله كبيره، وبالتالي هناك لا يمكن انه لا يوجد طريق اخر ولا يوجد اي 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 حل الا حل قضيه غزه والاستقرار السياسي في منطقه الشرق الاوسط بالاخص. نعم. لا نتكلم عن الان ولا نتكلم عن غزه ولكن نتكلم بشكل عام، يجب ان يكون هناك استقرار دائم في هذه المنطقة، لأن المنطقة هذه هي شريان الطريق العالمي، سواء بالنسبة للتجارة أو بالنسبة للتزويد العالم بالمواد الخام. هناك تخوف من بعض الشركات رغم إعلان الحوثيين يعني مرارا وتكرارا أنهم لا يستهدفوا التجارة العالمية وإنما يستهدفوا السفن سواء المتجهة إلى إسرائيل أو السفن الإسرائيلية، برأيك لماذا كل هذا الخوف من هذه الشركات؟ هل فعلا مثل هذه الشركات لم تعد تستخدم مثلا طريق باب المندب والذهاب إلى الرجاء الصالح لمثل هذه التخوفات؟ نعم، كثير من الشركات لا تريد أن تعرض سفنها لأي خطأ مهما كان. هناك سفن طبعا الحوثيين أعلنوا بأنهم ما يستهدفوا السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية أو المساندة
لإسرائيل، ولكن نعم. بقية سفن العالم تشعر بنهم الخوف اللي هو ممكن أنها تتعرض لضربات أو حتى بطريق الخطأ، وبالتالي هي تنهى بنفسها عن هذا الوضع. نعم، هناك من يتحدث دكتور أنه لماذا لا يكون هناك طرق بديلة عن يعني للشحن، يعني لماذا مثلا عن طريق الشحن الجوي أن يكون بديلا عن طريق البحار، ما رأيك في هذا الطرح؟ لا يستطيع النقل الجوي بأن يكون بديلا عن المحيطات، وبالتالي لا يوجد حل آخر، بالتالي لأنه الشحن العالمي لا تقدر الطائرات بأنها تستوعبه، وبالتالي أيضا حتكون هناك تكلفة عالية جدا جدا، وهني بيكون في ارتفاع الأسعار، وبالتالي أنا أعتقد لا يوجد حل آخر إلا عملية الاستقرار في المحيطات بالنسبة للشحن العالمي. هناك من يتهم أمريكا بشكل مباشر أنها هي من تسببت بمثل هذه الهالة ما يحدث في البحر الأحمر، خصوصا أنها دخلت يعني بطائراتها وهالاتها وضربت مثل هذه المنطقة، وهي من تسببت يعني ابتعاد السفن عن البحر الأحمر، كيف ترى أنت ذلك؟ والسياسة الأمريكية بشكل عام الخارجية ومنذ الحرب العالمية الثانية من أكثر من 60-70 سنة، وهي أيضا سياسة غير متوازنة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية وعلاقات الخارجية، وطبعا هي تدخل أمريكا في عملية موضوع ما يتعلق بضرب الحوثيين، هي طبعا زادت من المشكلة، وبالتالي كان من الممكن بأنه نحن ننظر إلى حل قضية غزة ووقف وقف الحرب في غزة، بدلا من انه يتم عملية تزايد المشكلة عن طريق ضرب باب المندم او الحوثيين. وهذا فعلا اثر على 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 موضوع السياسة الدولية فيما يتعلق بهذه الحرب. ايضا هناك خوف من انه تتوسع الحرب الى 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 حرب اقليميه، وهذا نعم. خوف اخر، وبالتالي هذا الصراع ممكن يؤدي الى 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 نتائج قد تكون وخيمه على العالم. نعم، الافاق دكتور اذا ما تحدثنا عنها، ما هي الافاق للاقتصاد العالمي خلال هذا العام اذا استمر الوضع سواء في البحر الاحمر او العدوان على الغزه، ما هي الافاق للاقتصاد العالمي؟ وأنا أتمنى بأنه أو ما أتمنى إنما متأكد بأنه خلال الفترة القادمة خلال شهر أو شهرين أو ممكن أقل من شهر أيضا أنها تحل أزمة غزة، ولأنه الآفاق الاقتصادية على العالم حتكون لها سلبيات لا يستطيع العالم يتحملها، وبالتالي استمرار حرب غزة لا يمكن أنها تستمر. توقعاتك دكتور هل ستستمر أم ستكون هناك انفراجه قريبه؟ لا، حتكون في انفراجه قريبه، ممكن خلال شهر حيكون في انفراجه، لانه العالم اقتصاديا وسياسيا متاثر جدا بهذه الازمه، والخوف من انها تتصاعد الى مستوى قد يكون صعب على العالم وجود نعم. حلوله. نعم صحيح، والأولى بأمريكا أن تضغط على إسرائيل من أجل أن يقف الحرب في غزة، وسيقف ما دون ذلك. أشكرك الشكر الجزيل دكتور. وهذا ما هو حاصل. نعم.